نحن منذ وصولنا لهذه المدينة سفارات الإنذار لم تتوقف. طبعا كما ترى المشهد خلفي، هذه إحدى القرى المتاخمة لمدينة أورنبورغ والتي غرقت بالكامل. كما ترى من هناك منزل يظهر على الكاميرا، صحيح، هو غارق بشكل كامل. وهذه القرية هي عندما تجولنا بها عبر القارب كلها غارقة بشكل كامل. طبعا هنا أيضا بالإضافة إلى ذلك المشهد، يوجد لدينا رجال الإنقاذ الذين هم كانوا منذ الصباح يعملون على إنقاذ بعض سكان العالقين داخل منازلهم في الطابق الثاني في الطوابق العلوية، الذين هم من الأساس رفضوا الخروج من منازلهم بعد تحذيرات السلطات هنا على ضرورة مغادرة المنازل بشكل فوري. ولكن اليوم عاد العمدة وأكد أن مستوى الخطر لا يزال قائما، لأن مستوى المياه مرتفع جدا، تعدى خط الخطر وهو 9 أمتار الآن، أكثر من 11 متر مستوى نهر مستوى المياه في نهر الأورال. وبالتالي هو يدعو الجميع إلى إخلاء المنازل بالأخص المناطق القريبة من هذه الفيضانات. وصلت ليست فقط إلى القرى ولكن إلى داخل المدينة بعض التجمعات السكنية، أيضا كنا قد وصلنا فيها ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير. طبعا كما ذكرت لك هناك مناطق تم تحذيرها من قبل السلطات، يتم إجلاء المواطنين إليها بالدرجة الأولى، طبعا من المواطنين من الأطفال والنساء والرجال، عفوا المواطنين المتقدمين بالسن. لا يوجد حتى الآن أي مفقودين كما تحدثت السلطات أو ضحايا، ولكن رغم ذلك قرأت عن انتقادات الأليفة التي من بعض الناس السكان لأداء السلطات. ما هي مطالبهم؟ أولا أبدأ، نحن هنا في هذه المدينة هناك مناطق أخرى أيضا تعرضت لهذه غمرتها المياه والفيضانات، وبالأخص مدينة أورسك التي اخترقت فيها المياه السد الذي بني لحمايتها. وبالتالي كان هناك انتقادات للسلطة، أولا توجهت حول قوة هذا السد الذي طبعا دفعت به المياه لاختراقه، وبالتالي هناك إشارات استفهام من قبل السلطات ومن أيضا من قبل السكان المحليين بسبب ضعف أو لأنه لم يستطع تحمل ضغط المياه وتم اختراقه من قبل المياه، هي أولا. أيضا من قبل السكان هناك اعتراضات على التعويضات المالية التي ستقدم لهم بسبب تأذي منازلهم. طبعا بالدرجة الأولى هناك منازل غرقت بالكامل، يعني تكاد لا تراها، حتى السيارات والحافلات غرقت بشكل كامل لأن الناس استيقظوا وكانوا قد وجدوا نفسهم وسط المياه. خلال ساعات فقط كانت قد غرقت مدن، عفوا قرى بكاملها. وبالتالي هناك مطالب كان من السكان وبالأخص في أورسك من السلطات بأن يتم تقديم العون لهم، بالأخص العون المادي طاهر. طيب ما نعرفه أن الفيضانات في الربيع جزء طبيعي واعتيادي من الحياة في روسيا، ولكن لماذا زاد الأمر عن حد هذه السنة؟ لماذا هذا العام استثنائي كاتيا ونحن نشاهد صور يعني عناصر من بالفعل يعني السلطات المعنية في روسيا في متابعة المشهد عن قرب في عين المكان لمحاولة المساعدة في إجلاء بقية السكان كما ذكرتي ممن علقوا في منازلهم، خاصة مع ما قاله عمدة مدينة أورنبورغ حيث أنت سيرغي سالمين من أنه الوضع خطير جدا كما أسلفتي لنا أيضا في مداخلتك الأولى. تفضلي كاتيا. صحيح طاهر ما تقول، يعني هذا الوضع اللي نحن فيه الآن في هذه المدينة كما ذكر لنا السكان هنا هو يعني آخر مرة كان مثل هذه الفيضانات عام 1993، ولكن هم أكدوا أنه ليس بهذا المستوى الذي فيه اليوم هذه الفيضانات. سبب طبعا هذه الفيضانات هو الثلوج التي هطلت في الشتاء والتي بسبب درجات الحرارة التي كانت منخفضة جدا وعادت وارتفعت فجأة أدت إلى ذوبان هذه الثلوج بشكل مفاجئ. وبالتالي هناك خزانات المياه عند منطقة أورسك كانت قد تجمعت بشكل كبير المياه فيها، ولكن السلطات لم تقم بتخفيف الضغط عنها، وبالتالي كانت قد توجهت نحو أورسك كما تحدثت لك، وسببت طبعا اخترقت السد الموجود هناك، وأيضا توجهت إلى المدينة أورنبورغ التي نحن نتواجد فيها
الآن، وبالتالي هي كارثة طبيعية بالدرجة الأولى طاهر، يعني هو بسبب هطول الثلوج ودرجات الحرارة المتفاوتة التي كانت منخفضة جدا وعادت وارتفعت أدت إلى كما ذكرت لك الذوبان المفاجئ للثلوج، وبالتالي ارتفاع مستوى المياه في نهر الأورال الذي هو بحده الطبيعي يجب أن يكون 3 أمتار، ونحن الآن على نقف على أكثر من 11 مترا مستوى المياه، وبالتالي يمكن أن تتخيل طاهر مستوى يعني هلأ بقارب بأن المياه وصلت إلى داخل المدينة. بقارب وعم تتجول نعم هذا القارب هذا القارب الآن يتوجه أيضا إما لينقذ أحد السكان العالقين في الطابق الثاني أو ليقدم مساعدة. أنت والفريق وين واقفين بقارب إيصال مواد غذائية حتى تغطوا هذه التغطية وحتى تتجول نحن جانب القارب بجانب نحن القارب. كنا في القارب منذ قليل، قد نزلنا من القارب بعد التجول، طبعا تجولنا في جميع أنحاء القرية هي غارقة بالكامل، المشهد جدا مأساوي حقيقة.